سؤاله الآخر يقول: إذا مات من لم يصلي وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل يرثه ورثته من بعده وإن كانوا صالحين؟ وهل ميراثهم حلالا؟ وهل تجوز الصلاة عليه؟ وهل تتبع جنازته؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا مات من لا يصلي فإنه مات كافرا كفرا مخرجا عن الملة، ولا فرق بينه وبين عابد الصنم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي رواه مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهذا كافر وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة كذبها فعله. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله، ويقولون للرسول عليه الصلاة والسلام نشهد إنك لرسول الله، ومع ذلك فقد كذبهم الله تعالى في هذا، لأنهم لم ينقادوا لأمر الله ورسوله ولم يطمئنوا لذلك. إذن فمن مات وهو لا يصلي حرم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، وحرم الدعاء له بالرحمة والمغفرة لأنه من أهل النار، ولا يجوز لأحد أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر. وكذلك لا يحل لأحد من أقاربه المسلمين أن يرثوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي رواه أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.